أحلى أحلى مسألة للناس الحريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة ألمانية جديدة ألا وهي إنجلوشتات، وأشهر ما فيها المدينة هاي الأوتلت اللي شمال ميونخ اللي اسمه إنجلوشتات. خلال هسه الشهرين اللي طافوا فتح هذا بريمارك، فتح جديد هنا في هالمدينة، طبعا في ميونخ في كل مكان، في أماكن كثيرة، وهذا محبوب الشعب على ما يسمونه، عنده أغراض ملابس وغير الملابس بأسعار مناسبة جدا. عموما أنا سكنت عند محطة القطار بعيد شوي من هني، هذه محطة القطار تميز المدينة هاي إنها يعني إذا بتمشي لها يبقى لك 25 دقيقة لين توصلها، بعيدة عن المدينة. هذه إنجلوشتات الألمانية طبعا، يتردد على ألمانيا بالذات يعني بكثرة يعرفه هذا. شو هذا؟ أي شيء تحتاج تلقاه، أي شيء إلا تذاكر السفر. أنا مسمينه هاي القراشي مال ألمانيا، تلقى عندك كل شيء القراشي إلا تذاكر السفر. الشمس على يميني وفي حالة غروب، شمس سوية ما تقدر تفتح عينك فيها. شي أقدر أصور مما الصوب هذا ما تقدر تصور إلا تدخل في الظلة. البلدات الألمانية صراحة حلوة، مثل الفرنسية، مثل السويسرية، مثل يتفننون في العمارة، في الألوان، في الحق ما تلحق قبل تغيب الشمس. شوفوا المباني محلها، تقول بسكوت ودك تاكله. هاي كاتدرائية المدينة، وندخل شارع المشاة.
اللي يحب يسكن داخل المدينة شارع المشاة هوتيل أدلر، فندق أدلر في مول، من الفنادق المعروفة يعني. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. مشكورين مشكورين على كل الكلمات الحلوة اللي توصلني منكم.